من ضمن الأسئلة، الألماني اللي هدرسه في الكلية هل كافي لشغل الكول سنتر وأبقى متمكن من اللغة، ولا أخد كورسات جنب الكلية؟ لا ده ولا ده. العمل في الكول سنتر يتطلب منك البراكتس أو الجزء العملي. لو حضرتك أو حضرتك ما اشتغلتش على هذا الجزء العملي بشكل مكثف، من ضمن الحاجات اللي لازم تاخذها في الاعتبار ان ده هتجده انه في مجال الكول سنتر هتبقى انت محتاج تتعامل مع العملاء، فده بشكل فعلي. انت ممكن تاخد في الكلية حاجات نظرية، يعني تطور اللغة الألمانية، ما اعرفش ايه اللغات، الفيناتكس، ماشي مهم ومفيد، هيفيدك وكل حاجة، ولكن ولا الكورسات ولا حاجات الكلية فقط هي اللي هتساعدك على العمل في الكول سنتر، هو تمكنك لما يجي حد ألماني يكلمك تعرف تتكلم معاه، هو ده اللي يهم الشخص بتاع الكول سنتر. عشان كده في الكول سنتر مش هيسألك مثلا تاريخ الألمانيا ولا معرفش ايه ولا تطور اللغة ولا الحاجات دي، كل اللي هيركز عليه هو هذا الجانب، فضع ده في الاعتبار عند الحديث على هذا الموضوع. ربنا يوفقك ويكتب لك كل خير. وعلى فكرة في ناس ما بتدرسش ولا في جامعة ولا أي حاجة ولا كورسات، هي بعبلها أو اشتغلت في الألماني أو هي كانت في ألمانيا وبتيجي تشتغل كول سنتر، لأن المهم هو لغتك وتمكنك منها.